السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامجكم أجر العاملين. كما عودناكم البرنامج يتكلم عن نشاطات أقسام ومؤسسات العتبة العباسية المقدسة في موسم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وطبعا هذا العام 1442 للهجرة بخصوصيته المتميزة. ضيفنا لهذا اليوم هو رئيس قسم مهم جدا في العتبة المقدسة، وكثير من بركات الخدمات الموجودة في العتبة المقدسة هي من نتاج هذا القسم المبارك، قسم الصيانة والإنشاءات، ورئيسه المهندس سمير عباس علي. الله يحفظكم. أهلا وسهلا بكم أستاذ جسام. إحنا حقيقة قبل لا نبدي كلامنا عن الأربعين، خلي الناس تعرف شنو قسم الصيانة والإنشاءات. يتبادر للذهن أكو وظيفتين، أكو إنشاءات يعني شيء جديد، نعم، وأكو صيانة لشيء قديم، فياريت فد إطلالة على هذا القسم يعني بشعبه. يعني فد نبذة مختصرة، بسم الله الرحمن الرحيم، فد نبذة مختصرة على قسم الصيانة الهندسية وهيكلية قسم الصيانة الهندسية بالعتبة العباسية المقدسة. القسم يتكون من خمس شعب حرفيين فنيين أصحاب اختصاص. نبدي بها بالشعبة الحرف الفنية اللي هي أحدى الشعب المهمة جدا بالقسم، اللي تتكون من معامل كثيرة، أغلبها معامل داخلة في عصب والمرافق الخاصة بالعتبة بتنفيذ الأعمال. نذكر منها مثلا معمل النجارة اللي يحتوي على مكائن حديثة، إذا فنيين حرفيين أصحاب مهن يغطي جزء كبير من مرافق العتبة بكافة المكونات المنتجات. أعتقد الكراسي اللي قاعدين عليها والطبلة يمكن أحد منتجات هذا المنتجات. المعمل يعني. نعم نعم. يعني أتوقع أنه أي واحد يشاهد بالعتبة أو يتمشى يشوف نماذج خاصة من منتجات معمل النجارة مثلا. يعني بعض أعمالكم تخص القضايا التنظيمية للزائرين مثلا، المظلات وغيرها، الأمور يعني القواطع الخشبية، الديكورات الخشبية بالعتبة، هذا كل جزء من عملكم؟ هذا جزء من عملنا، وخاصة بالزيارات. يعني الزيارات شنو عندكم يعني بما يخص الأعمال الخشبية؟ يعني أغلب شيء القواطع اللي نستخدمها لتنظيم ومسارات الزائرين بداخل الصحن الشريف. هاي موجودة عندكم بالصحن الشريف خشبية؟ اي اكو هسه استحدثت بهذا الستيل الأصفر اللي موجود. نعم. كانت قبل هي بالزيارات السابقة، هي يعني كلها عمل منتج النجارة. نعم. بعد المعامل الأخرى اللي عندكم؟ يعني هذا أحد المعامل، معمل النجارة قلنا عليه، معمل الـ MDF اللي هو معمل حديث جدا، يحتوي على مكائن كثيرة، مكائن حديثة جدا. الحمد لله قدرنا ننافس كل المنتجات حتى التركية الإيرانية بإنتاج الـ MDF بكافة مواصفاته، مع الزخارف والحفاظ على الزخارف الفنية، كل المواصفات التراثية في الحرم الشريف. يعني مجرد أن تعطي للمهندس الموجود أو الفني الموجود صورة يقدر يصمم لك على هذه الصورة الشكل اللي تحبه وتريده. يعني تستخدمون تقنيات البرمجة، المكان المبرمج؟ ايه، هو أغلبها CNC ماشين، عمل على الحاسبة، حتى دربنا كثير من الفنيين والحمد لله قدرنا نغطي كل الأعمال الخاصة بالعتبة من حيث وشاهدته إن شاء الله، يعني من كثر المنتجات اللي يعني موجودة في مرافق العتبة، في خدمة الزائرين كثيرة، يعني في خدمة الزائرين وفي مرافق العتبة طبعا. زين، عندكم يعني شيء يخص الحدادة، الألمنيوم؟ اي طبعا، هي هاي احنا جاي نتطرق. نعم. معامل الحدادة، معمل كبير قدرنا نسوي هياكل بنايات اللي تحتوي على 4 طوابق مثلا. معمل البي في سي والألمنيوم والزجاج، هذا معمل غطانا كل الأعمال الخاصة، حتى قدرنا ندخل على شركات المنفذة للعتبة وغطينا كل الأبواب والشبابيك البي في سي والألمنيوم. فمعناته أنتوا الآن هاي شنو سميتوا شعبة الورش، شعبة عفوا شعبة الحرف الفنية. الحرف الفنية بلي. هاي شعبة الحرف الفنية معناتها تقدر تقول تسوي البنى التحتية
للمشاريع مالت العتبه وخدمات الزارين، نقدر نقول عليه في هذا المجال، يعني في المجال المدني يعني تغطي هالمجال، تغطي البنى التحتيه، تغطي الانهاءات الانهاءات في البنايات، في حتى في القواطع اللي نقدر نستخدمها للحرم الشريف. زين، هذا احنا كلها شعبه واحده يعني؟ هاي شعبه. عجيب. زين، باخ الشعب يعني الحمد لله واضح وجلي انه مثلا شعبه التبريد، يعني هذا الشعبه الممتازه يعني اللي نفذت اعمال وتدربت على اعمال وقادره على ان تنفذ يعني هاي المنظومات التبريد الكبيره اللي هي مثلا المنظومه اللي موجوده بالصحن، يعني التهويه الموجوده بالصحن. يعني انتم تجيبون، خلينا نقول تستوردون المنظومه، انتم تصنعون مسارات الهواء، مسارات الهواء هذا وتصممون عمليه يعني التوزيع وغيرها، شغلكم هذا كله شغل شعبه التبريد، شغل الصيانه ملحق بوحده السمكريه اللي هي هاي تغطي كل المسارات مال التبريد. مهما كانت صعبه، ترى هذا موضوع مو سهل يعني، أكيد. مهما كانت صعبه هي تنفذها وبكل سهوله يعني. يعني انتم الان تشتغلون على تنفيذ تصميم وتصنيع مسارات الهواء وغيرها في الحرم وغيرها، يعني عندك المؤسسات او المنشآت الخارجيه شغلكم تابع للعتبه كلها شغلك. الحمد لله قدرنا ننفذها. نعم، كل جداره. وهذا يعتبر ضمن يعني الاعمال البنى التحتيه للبنايات للمنشأ، سواء كان الحرم او الصحن او المؤسسات والبنايات الخارجيه. بلي الحمد لله. عزيزي المشاهدين، ننتقل لفاصل، انتظرونا لنعود ونكمل هذا الحوار الرائع. التزاماً بتوجيهات المرجعية الدينية العليا بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الصحية أثناء إقامة الشعائر الحسينية، يجب الالتزام بما يأتي: مراعاة التباعد الاجتماعي بين الحاضرين لمسافة لا تقل عن 1.80 متر، استخدام الكمامات الطبية وسائر وسائل الوقاية من انتشار الوباء، تعقيم وغسل اليدين باستمرار. تقبل الله أعمالكم. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين، ونطمع أن يزودنا الأستاذ سمير بمعلومات أخرى. إحنا حقيقة وصلنا إلى معامل البي بي سي والألمنيوم والزجاج وغيرها، شنو عندنا بعد في ضمن يعني شعبه الاعمال اليدويه يعني والفنيه؟ نستطرق على شعبه الكهرباء اللي هو شعبه مهمه جدا وطورت نفسها تطوير سريع وقدرت ان تدخل. عملها بالضبط، عمل شعبه الكهرباء يعني احنا هاي الصيانه الكبيره جدا في الصحن الشريف خاصه اثناء الزياره، صيانه متواصلة. يعني الان انتم عملكم الامدادات الكهربائيه شغلكم، يعني انت تمد يعني انت تسوي الوايرات وتسوي كذا، شغلك هذا هو كل الشغل مو صيانه فقط، يعني انا قصدي ما دا اتكلم عن لا هو قطع واير قلوب طفى، لا انا اتكلم الان امدادات كهربائيه شغلكم، تنفيذ مشروع وصيانه بنفس الوقت. انتم تنفذون يعني احنا ننفذ كل المخططات اللي مرسومه ونصين، تسوون مخططات الكهرباء وتنفذون الامدادات الكهربائيه وتسوون اعمال الصيانه. اعمال الصيانه اضافه الى كل المكونات الخاصه بالبوردات، تشينج اوفر، ذن اللي موجودات لوحات السيطره انتم تصمموها وتصنعوها. لوحات السيطره يعني قلت لك هذا التطور السريع بشعبه الكهرباء خلوهم يسوي لوحات سيطره متميزه، يعني ما اعتقد اكو نظيرتها بالسوق المحلي. اها، يعني انتاجكم قصدك من ناحيه التجميع والترتيب، التجميع والتركيب والانتاج. نعم. يعني تبقى عندنا شعبه الخارجيه اللي هي تنفيذ اعمال خارجيه، هذه يعني انشاءات خارجيه. انشاءات خارجيه. نعم. هذه انضافت للقسم باعتبار الحمد لله تطور القسم وصار ينشئ مباني خاصه بالعتبه. اها، بناء يعني البنايات قصدك مثلا مخازن، مصانع الخارجيه، بنايات يعني يعني مزارع. المثال مثلا. نعم. جامعه العميد من انتاج، معهد في النجف الاشرف 4 طوابق، جامعه الكفيل. جامعه الكفيل لا، احنا اخذنا كل الانهاءات الخاصه بالشبابيك، الابواب، الكهرباء، التبريد، كان كل مشاركه ويا شركه اللواء. فهذا العمل يعني الحمد لله. شركة اللواء المنفذة هم تابعة للعتبة. اي هم تابعة للعتبة.
بس احنا اخذنا جزء من عملهم، وباعتبار انه اكو توجيه انه يستفادون من خبراتنا، يستفادون من انتاجنا. بالضبط، يصير تعشيق. الشعبة عندنا الشعبة الانشائية اللي داخلية اللي هي خاصة بالصيانة، بما يكمل مسارات الزائرين مثلا بالنسبة للعتبة. يعني احنا نفذنا منظومات رذاذ، منظومات خاصة بالزيارة الأربعينية. هذا ما يخص استعدادات الموسم الأربعين، يعني منظومات التعفير. هذا ما يخص الشعبة الإنشائية وعملها، يعني منظومات مراوح الرذاذ ومنظومة الماي المفلتر والآر أو، هذه هواي سهلت لنا أمور، بحيث يعني أثناء الزيارة ما ندخل سيارة، أبو الموكب يحتاج مي موجود، المي يعني تحت قدمه يعني. لطيف. يعني لأن من استعداداتكم هاي السنة أنه عندكم شبكة مياه، شبكة مياه RO تحت الأقدام للزائرين والخدم، مجرد رأسا يربط يحصل المي. هذه من أعمال اللي هي تمتلك وحدات كثيرة. نعم، الشعب الإنشائي. خلينا نأجل باقي التفاصيل، لأنه إحنا عندنا بالقسم الثالث ما يخص موسم الأربعين. خلينا نتكلم عن الردهات اللي يعني حقيقة شاع يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، الفضائيات. العتبة العباسية أنشأت 8 ردهات، يعني بالحارة حقيقة 8 مستشفيات إن صحت التسمية، لعلاج مرضى كورونا. إحنا عندنا 8 مستشفيات أنشأتها العتبة بكوادرها. أنتم كنتم مسؤولين عن هذا الإنشاء؟ هاي الشعبة مسؤولة عنها؟ الحمد لله، الدعم المتواصل من سماحة المتولي الشرعي العتبة العباسية واحتضان الإدارة لقسم الصيانة الهندسية تشجيعها، جعلنا ننفذ هاي المستشفيات اللي من الصعوبة في مكان انه يتنفذ بوقت قياسي اللي 15 يوم ننفذ. تنافستوا دول يعني؟ الحمد لله، هو هذا يعني كان هدفنا. نسولف نقول الصين 15 يوم، احنا سوينا اعتقد المركز الاول او المستشفى الاول في كربلاء، حياة الثانية ب 15 يوم. 15 يوم، 15 يوم يعني منقطع النظير، يعني شغل 18 ساعة. طبعا احنا جينا نقارن دولة بعظمة الصين مع قسم فتي، او خلينا نقول هاي الشعبة اصلا بالقسم هي من فتية مات الانشاءات الخارجية. يعني صارت أنشأت شيء بهذا الحجم بهذا المستوى بنفس المدة. هو هذا يعني القسم ميزته اللي يتميز، يعني ما أعتقد حتى شركة تنافسه، أنه الفريق الواحد بالنسبة للشعب كاملة يشتغلون. نعم. بروح الفريق الواحد اللي هو مثلا المكان اللي اشتغلنا به، يعني هذا فد مثال وطبقناه على كل المستشفيات. نعم. المساحة اللي اشتغلنا بها 1000 متر مربع. نعم. يشغل 200 فني وحرفي بنفس الوقت على مدار 18 ساعة، خلانا ننجز العمل ب 15 يوم. وهذا ما متوفر بكل حقيقة. ما متوفر بكل شركات. صح. مستحيل انه اكو فني يشتغل واكو واحد منتظره على مود ينفذ الفقرة التالية. يعني انتم تشتغلون هالشكل، يعني واحد يشتغل فرض هاي مثل القبة، جاء واحد تخلى الكاش الكربلائي. نعم. وهكذا. اي. جاء واحد فرش حط الكهربائيات. سوى المي هالشكل. يعني هو هذا اللي يخلي العمل ينجز بهيج فترة قياسية اصلا ما متوقع اصلا. طبعا يعني هو كل الناس ضجت بها لدرجة ان البعض اعتبرها يعني مبالغة، بس الا شاف الفيلم بعينه الحمد لله. الحمد لله، وهذا جعلنا ننفذ هاي 7 مستشفيات بفترة 4 أشهر. 8 انت قلت 8. 8 ثامنة قيد الإنجاز. 8 ثامنة قيد، لا كاملة جاهزة للتسليم. كلها كملت. فقط يعني هم التأثيث أصحاب الشأن أنه يأثثون. نعم. وينفتح المستشفى. يعني هذه انفتحت بنفس الوقت خلال 4 أشهر بال 550 إلى 600 سرير. يعني منفصل مجموعة كل الأسرة. طبعا هاي مع كل المنظومات، مع كل المنظومات الخدمية، الأطباء، غرف الأطباء، الاستعلامات. يعني أنت مسوي مركز أو مستشفى مصغر كامل. مستشفى مصغر بحيث يستخدم المدار أكثر من 10 سنوات وتستفاد منه المستشفى بكل تفاصيل اللي يطلبوها. واحد من 200 سرير أبو بغداد مستشفى بغداد، يعني ويا الغرف مالت الأطباء 150 تقريبا. 150 سرير، وهم أكثر من 200 سرير، لأن الغرفة اللي اشتغلناها الغرفة 5x3. نفسه وزير الصحة يعني اتطرق أنه قال هاي الغرفة يصير بها 2 أسرة، يعني بال 250 سرير. بس انتوا سويتوا العدد أقل، يعني حسبت حسابكم اقل. سرير واحد. سرير واحد. سرير واحد. انتم مسويها مال سريرين بس على الحال تدخلون سرير واحد. سرير واحد احنا نخليها. هذا انجاز سويت حقيقة. سويت متكامل المواصفات من حيث التهويه، من حيث التبريد، من حيث منظومه الانذار والاطفاء، من حيث الاكسجين، من حيث الكهرباء،
يعني وإضافة المجموعة الصحية الخاصة بكل مريض. كل مريض هو وهذا موضوع بقى. ما ميز عملنا يعني إحنا من ننشئ 100 سرير يعني 100 مجموعة صحية. يعني 100 جناح. 100 جناح. 100 جناح. المجموعة الصحية. يعني إحنا باصطلاحنا نقول قاووش يعني مو هالشكل. إيه 100 مجموعة خاصة اللي جناح خاص. بالضبط. يعني هذا. وهذا هذا إنجاز حقيقي يعني اللي يصير عندك عمل بهاي السرعة وبهاي الكفاءة بهذا التنوع وحقيقة دخلت للخدمة وأنقذت أرواح آلاف الحمد الناس لله. هو هذا بوجاحة كورونا يعني. هو هذا الهدف اللي كنا نجده وحققناه الحمد لله وطلعنا يعني فخورين بهذا العمل الحمد لله. وأعتقد كم واحد في كربلاء سويته؟ كربلاء سوينا ردها 60 سرير والردها الثاني 45 سرير. وفي طويريج أيضا واحد في الهندية 35 سرير. طبعا هاي هم نقدر نعتبرها تفيدنا في يعني هي جزء غير منظور من استعداداتكم لموسم الأربعين. إيه اعتبار انه انت راح تهيئ يعني مستشفيات اللي ممكن تساعد لو سمح الله عندنا حالات صارت او شيء احنا مهيئين اكيد مساعدين وزارة الصحة في الحمد لله في انشاء هاي الاماكن لاستقبال اي هذا فشيء مهيئ الحمد لله والشكر يعني نقدر نستخدم باي وقت مثلا لانه عدد الاصابات في هذا الوقت يعني قليل وان شاء الله تتعدل ان شاء الله ببركه الحسين وبجهود المخلصين العاملين ان شاء الله. احنا راح ننتقل الى الجزء الثاني بس نروح فاصل وننتقل الى نشاطاتكم في موسم الأربعين باعتبارها انا ادري انه كثفت وعزيزي المشاهدين ننتقل بفاصل انتظرونا لنعود ونكمل هذا الحوار الرائع. ايها الزائر المؤمن كيف تستحضر الإمام السجاد عليه السلام معك في زيارة الأربعين؟ وأنت تحمد الله تعالى على النعمة وترفع بقايا الطعام من الأرض فأنت قد استحضرت الإمام السجاد في شكره لله وأنت تسير وتستثمر المشي في حفظ سورة من القرآن الكريم أو قراءة دعاء فأنت قد استحضرت الإمام السجاد في علمه وأنت تساعد شيخاً كبيراً وتعطف على الطفل الصغير فأنت قد استحضرت الإمام السجاد في تواضعه مع الناس وأنت تؤدي مراسم الزيارة بأدب عالٍ فأنت قد استحضرت الإمام السجاد في أدبه وخلقه وأنت تسير وتغض البصر عن المحارم فإنك قد استحضرت الإمام السجاد في شرفه فبادر الآن واستحضر الإمام السجاد عليه السلام في شخصيتك وكن مثالاً وقدوة للرجل الحسيني الملتزم أمام العالم. أعزائي المشاهدين عدنا معكم بعد الفاصل لنكمل هذه الدقائق مع تحضيرات قسم الصيانة والإنشاءات في العتبة العباسية المقدسة لموسم أربعينية 1442 هجرة. إحنا الموسم هذا خاص وأكو فد خلينا نقول تحديات. شنو قدرتوا تسوون؟ أولاً نشاطاتكم العادية في موسم الأربعين وبعدين نحكي عن التحديات موضوعة يعني الجائحة وكذا. نعم. ننطلق من الحرم الشريف. نعم. احنا عندنا عمل بتغيير القواطع الداخلية لتستوعب ورفع القواطع لمدار السنة انه ثابتة ترفع ويتفرغ الحرم الشريف وهذا عمل يستغرق وقت بس احنا انجاز ده يكون بليلة واحدة يعني ما شاء الله يعني انتم الان عندكم قواطع هي اصلا ثابتة لمدار السنة بس عندكم براغي او شيء تتحرك يعني براغي و وقواطع فيها اكثر من جزء. نعم. فيرفع ويترتب غير ترتيب لانسيابيه الزوار لتسهيل هاي المئات الالاف زور بانسيابيه وعدم الضرر. نعم. الصحن الشريف عندنا مسارات للنساء لترتيب مسارات زياره النساء يعني مسارات انتم تنشئوها تصنعوها يعني مسارات حديديه من هياكل حديديه. نعم.
نثبتها بتثبيت بحيث ما نأثر على أي جزء من الصحن من حيث من المرمر أو أي تثبيت خاص مع طريقة الخاصة. وبنفس الوقت هي ثابتة قوية بالتدافع يعني تحمي الزائر وبنفس الوقت ما يصير مشكلة. محكمة وما أعتقد بها أمانها 100%. نعم. التوسعة الخارجية عندنا عمل هماتي يعني للقواطع للمداخل للتفتيش. نعم. هم تنظيم النساء بقواطع من الحديد وتأمينها، وخاصة بهاي السنة راح نزيد التهوية على مناطق التفتيش حتى نقدر نقول يعني تساهمون في الحد من انتشار مخاطر لا سمح الله انتشار الوباء التجمع الكبير. نعم. ننطلق أكثر من موقع اللي هو مثلا نبدأ موكب العتبة المقدسة بطريق النجف كربلاء، مدن الزائرين إن مشاركة كبيرة بها. يعني هالسنة مثل ما تفضلت أنه للجائحة سوينا مكانات تعفير بالمداخل مال الموكب مثلا، إضافة إلى القاعات هيئنا مرشات خاصة بمواد تعفير، والحمد لله بقية الأمور البنى التحتية جاهزة للعمل يعني بخدمة الزائر منظومة التبريد وصار عندكم يعني هذا موضوع التهوية. موضوع التهوية اكو عندكم فتح احترازات او خلينا نسميها خدمات إضافية يعني موضوع التهوية باعتبار شعبة التبريد مسؤولة عنها و نعم. بالقاعات الكبيرة لما بيت الزوار غيرنا البكجات زيدنا السعة. نعم. وكبرنا التفريغ مفرغات اكبر. نعم. حتى يكون التفريغ سريع جدا وتهوية اسرع من أسرع الطبيعي من الطبيعي من المواسم السابقة. اي هذا مهم، هذا موضوع مهم. زين المرشات اللي يعني عادة الآن تستخدم في أعتقد في الأيام أو في عاشوراء صار عندنا هيك شيء رش أو كذا أو عملية رش خلال المرشات اليدوية، أكو عندكم شغل في هذا المجال على مستوى يعني خلينا نسميه تقني من خلال منظومة التبريد يعني تخلي معقمات أو مادة معقمة؟ لو هذا موضوع مو شغل يعني مو شغل قسمكم يعني؟ لا هو ما يدخل بمنظومة التبريد، بس منظومة خارجية يدوية يعني نقدر نقول عليها. نعم. تعفير يدوي بمرشات خاصة استخدمناها بزيارة عاشوراء. زيارة عاشوراء. إيه اللي كان هو كادر قسم الصيانة الهندسية على طول شارع الجمهورية. أها. المرشات استخدمها. والحمد لله يعني أدى الدور معين. لا واضح إنه يعني فعلًا كان. وقدرنا نفعل هذا الموضوع إن شاء الله بالزيارة الأربعينية. يعني راح تصير عندكم مثلًا في مسارات المواكب يعني في شارع العباس أو في بين الحرمين راح يصير عندكم في التنظيم لهذه المسألة يعني مثل ما حصل في عاشوراء يعني يصير عندنا رش مرشات يدوية وإن شاء الله القسم يعني. إحنا يعني مثل ما تفضلت الزيارة تطول تقريبا بالعشرة أيام يعني فهذا الموضوع عشرة أيام إيه فأنا مستمرين إن شاء الله بهذا الموضوع وقدر الإمكان نغطيه تغطية كاملة. نعم. أعمالنا بالمواقع الأخرى يعني أعمال تهيئة المجامع الصحية تأسيسات الكهربائية إضافة خزانات لزيادة السعة الاستيعابية مال المياه يعني طاقة المياه العفو. نعم. هذا كله من أعمال الصيانة يعني بتهيئة مراسم الزيارة إن شاء الله. زين شغل المنشآت الصحية وصيانتها هذا مو شغلكم، شغل الأقسام الأخرى صح؟ كل المنشآت الصحية تابعة لقسم الصيانة كصيانة وكإدامة وكتهيئة. يعني المنشآت الصحية الثابتة والمتحركة؟ الثابتة والمتحركة. الثابتة والمتحركة. نعم. فأنتوا يعني سر مثل مرات يعني لا سمح الله انسدادات شيء القضايا التقنية تتعاونون بها مع قسم بين الحرمين أو إيه نتعاون يعني مع قسم الشؤون الخدمية وبين الحرمين؟ إيه هذا الموضوع مفرغ من عنده لأنه أكو تعاون وبكل زيارة هذا الموضوع في مسألة التعاون في مسألة التهيئة يعني والتعاون موجودة من يصير خلل مثلا يعني ينقطع ماي ما أدري شنو هاي أنتم كنت تنظمون عملكم وهي بين الحرمين تناكر أيه كذا تمام مهيئ. احنا عندنا بعد موضوع انه نهيئ للمتطوعين مدارس هذا الموضوع كله تابع لنا. هاي الموضوع مهم انا ذكره في احد اللقاءات اعتقد قسم الشؤون الخدميه ذكر قال قسم الصيانه الهندسيه تقوم ب يعني اصلاح الاعطاب او الخلل في المدارس التي يصير تعاون بين مدير التربيه كربلاء المقدسه والعتبه بان لاسكان الزائرين والمتطوعين. زين فهذا شلون تصير عندكم عمليه التعويض؟ يعني مثلا
بنك ماكو، او اذا كانت ايام شتاء تدفئه، عشان ترتبوا هالقضيه؟ يعني شغل الصيانه هذا هو كله شغل الصيانه، تاهيل المبنى بما يخدم المتطوع بكل تفاصيله، من حيث التهويه، من حيث المجاري، من حيث الماء الصالح للشرب، من حيث الحمامات، موضوع كله تابع للصيانه، وعمليه تاهيله كل السريعه باستخدامه بالزياره. فهاي لازم تسووها بالايام اللي قبل تسبق الزياره، يعني العمل جاري لحد الان، اكثر لحد من مدرسه اهلناها لهذا الموضوع كمل يعني. اي كملت. فانتوا وهذا طبعا لازم تبقى همينه تحت اشرافكم ومتابعتكم الى ان تنتهي الزياره وتسلم صيانتها وادامتها تحت اشرافنا. صيانتها وادامتها تحت اشرافنا الى حين تنتهي الزياره. هاي معناتها المدارس اللي تؤخذ في محظوظه انه تكون تحت عنايه القسم. هذا موضوع يعني الحمد لله يشكرون المدراء والمتدرسين انه يلقى المدرسه متكامله. اهلت وخلاص صارت جاهزه افضل من غيرها. يتمنى انه اي مدرسه تجي بها المتطوعين او زائرين حتى ناهلها. نعم حقيقه اللقاء معكم شيق والمعلومات مفيده. شكرا لكم استاذ سمير على هذه المعلومات المفيده. وشكر موصول اعزائي المشاهدين لكم ولملاكات التصوير والسيد المخرج وكل الملاكات الفنية المسؤولة عن إعداد هذه الحلقة. شكرا لكم، ملتقانا وإياكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.